الكلام تحكيم، والضيف هو واحد من أكبر أسماء في عالم التحكيم الدولي، حكم دولي طبعا سويسري سابق، هو الحكم الدولي أورس ماير، ضيفي في السادسة. بداية طبعا أهلا وسهلا بك، وبشكرك طبعا على ظهورك معنا في السادسة على شاشة الأهلي. شكرا جزيلا، أنا أيضا سعيد جدا بوجودي معكم في قناة الأهلي. أنا أعتقد اليوم سوف يلعب الأهلي في كأس مصر، وأتابع ذلك جيدا، وأتمنى لكم التوفيق. عظيم، خليني أدخل معك في الموضوع بداية، قبل ما أتكلم على، لأنه إحنا يهمني جدا أستفيد بخبرتك في عدد من الملفات وأسمع رأيك في عدد الملفات مرتبطة بالتحكيم سواء عندنا في مصر أو على مستوى القارة الأفريقية، بس خليني أشوف أو أسمع وجهة نظرك الأول. ازاي ساهمت التقنية الحديثة، او هل شايف انه التقنية الحديثة ساهمت في رفع مستوى التحكيم ومستوى الحكام، وفي نفس الوقت قللت من حجم المشكلات اللي ممكن كانت بتحصل في الملاعب بسبب التحكيم، ولا شايف انها كان ليها نتيجة عكسية؟ أنا أعتقد أن الفار لم يساعد حتى الآن في تقليل المشكلات أو تحسين اللعبة. أنا أعتقد أن الفار منع متعة كرة القدم هنا في ألمانيا وفي سويسرا وفي أوروبا. نحن جميعا نتفق تماما أن الفار قتل متعة كرة القدم ولم يساعد على تحسين وارتفاع أو رفع مستوى الحكام ومستوى اللعبة في وجه العموم. أنا أعتقد أن لابد من تطوير هذه التقنية بشكل أفضل من ذلك لكي تساعد بشكل أفضل. البعض كان بيرى يعني مع بداية تطبيق تقنية الفي اي ار كانوا بيشوفوا أنه كان من الحلول المقترحة يعني في التوقيت ده أنه يكون في حكمين للساحة، هل كنت ممكن تشوف أو تتوقع أنه ده ممكن يكون ليه نتيجة أو مردود أفضل من وجود تقنية يعني تكنولوجية أو تقنية ديجيتال خاصة بالتحكيم؟ بكل تأكيد أعتقد بوجه الخصوص في توضيح عملية الأوفسايد فهو يساعد بشكل كبير جدا، وساعد بذلك في هذه الجزئية في هذه النقطة تحديدا لحكام الراية أو حكم الخط بكل تأكيد. ولكن بكل تأكيد على العكس من ذلك لحكم الساحة لم يساعد بشكل كبير ولم يكتشف أخطاء كبيرة تحدث أثناء اللعب. طيب أرجو أنك أنت تتفهم الجزئية اللي جاية دي، وهي يمكن تكون بتحمل أكتر وجهة نظر الجمهور في رأيي وفي ظني وفي رأيي وأعتقد أنها وجهة نظر عدد كبير جدا من الجماهير المتابعة لكرة القدم، أنه تقنية الفار ساهمت بشكل كبير جدا في الكشف وتسليط الضوء بقوة على أخطاء التحكيم، على العكس من اللي كان منتظر منها، وده كان سبب أزمات كتيرة جدا، وبتكلم هنا على المستوى المحلي عندنا في مصر وأيضا على مستوى القارة الأفريقية. فكرة القدرة على أنك أنت تراجع اللعبة من أكتر من زاوية وتحط الحكم قدام قرار واضح وصريح، وأن القرار ممكن يكون مخالف أو يكون مش واضح أو مش مقبول، أصبح في تسليط ضوء وفي فرصة لإعادة كشف أخطاء الحكام بالنسبة للجمهور يعني من خلال تقنية الفار. نعم، بعض الجمهور أو بعض الأشخاص عندهم الإحساس دائما أن الفار ساعد في ذلك. نعلم ذلك جيدا. أعتقد على سبيل المثال كما تعلم في السيارة هناك بعض التقنيات تساعد في منع الحادثة، على سبيل المثال الإيرباج، على سبيل المثال الإيرباج تساعد في ذلك في تقليل الحوادث أو في حماية السائق، ولكن هو بالنسبة لنا كهذا المثال. إذا كنا بنتكلم على تطوير مستوى التحكيم بشكل عام، إيه الأدوات أو إيه الحاجات اللي ممكن يكون محتاجها حكم دولي عشان يقدر يقوم بتطوير نفسه بشكل ذاتي، وإيه الحاجات اللي مفترضة على الجهات القائمة سواء لجنة حكام أو اتحادات أهلية أو قارية أنها تقوم بيها عشان تطور مستوى التحكيم؟ نعم، لابد أن نعمل على برامج احترافية عالية، لابد أن نعمل سويا كلنا كاتحادات على مستوى العالم،
لابد من تثقيف الحكام وتعليمهم وعمل دورات مكثفة مستمرة، لابد من وجود هذا البرنامج وهو تبادل الثقافات وتبادل اللقاءات ما بين الحكام على مستوى العالم ما بين كل الاتحادات من أجل تثقيف ونشر وتبادل الخبرات ما بين الحكام. لابد من نعمل سويا، لابد أن نعمل دائما على ده بيكون مسؤولية الفيفا أو مسؤولية الاتحاد القاري أو مسؤولية يعني اتفاقيات بتتم بين الاتحادات الأهلية. مين مسؤول عن ده بشكل واضح؟ أعتقد الفيفا لابد من تبدأ من الفيفا أن تبدأ بوضع مثل هذه البرامج، ولابد من الاتحادات الأخرى أن تعمل سويا وتدعو الفيفا لذلك، ويعقدون اجتماعات مستمرة لوضع برنامج وخطة واستراتيجية واضحة للعمل سويا لتطوير طيب خليني أقف لابد من العمل معا. خليني أقف عند تجربة معينة أنت يمكن مريت بها، ويعني على حسب معلوماتي أنه تم الاستعانة بخبراتك في تطوير يعني مستوى التحكيم في عدد من الدول ومنها بعض الدول العربية. تقولي أهم الحاجات أو أهم البرامج اللي اعتمدت عليها عشان تطور مستوى التحكيم في الدول دي؟ لابد من استقطاب الحكام المميزين في مصر على سبيل المثال أو في البلاد العربية لمصر، لخروجهم لأوروبا، لاستدعائهم في أوروبا، لوجودهم وإعطائهم الفرصة لتحكيم بعض المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي على سبيل المثال أو في الدوري الألماني أو في أي الدوريات الكبرى في أوروبا. لابد من استقطاب وترشيح الحكام المميزين، لابد أن يقودوا مباريات في أوروبا، لابد أن ينزلوا إلى الملعب ويروا العقلية ويحتكوا بالسرعة والتيمبو العالي في أوروبا. هل لو عرض عليك أو جالك عرض من المسؤولين في مصر أنك يكون ليك دور في تطوير يعني ملف التحكيم بشكل عام سواء من موقع مسؤولية أو من موقع استشاري، ممكن تقبل بده؟ لابد أن يحدث ذلك دائما عن طريق الفيفا. أنا صنعت برنامج لقطر وكنت أعمل مع الفيفا في تطوير التحكيم في قطر في دولة قطر، وعملنا سويا مع قطر مع دولة قطر ومع الفيفا لوضع برنامج قوي لتحسين مستوى التحكيم في قطر، وهذا تم عن كما ذكرت لحضرتك باستقطاب حكام والعكس صحيح. لو اتكلمنا على المسابقات او الدوريات الكبرى على مستوى العالم، افضل منظومه تحكيم من وجهه نظرك تقييمك لافضل منظومه، مش بتكلم على اسماء حكام، بتكلم على دوري زي الدوري الانجليزي الاسباني الالماني الايطالي الفرنسي او اي من الدوريات الاوروبيه القويه، يعني من وجهه نظرك ايه هي افضل منظومه تحكيم من وجهه نظرك على في الوقت الحالي؟ أنا أعتقد في إيطاليا، أعتقد في الدوري الإيطالي سيريا أ يمتلكون حكام رائعون، الحكام في إيطاليا فعلا على مستوى عالي، ومن وجهة نظري هي تعد من أفضل المنظومات أو المؤسسات التحكيمية في أوروبا. لديهم برنامج تحكيمي واضح واستراتيجية واضحة يعملون عليها، دائما يصنعون أو يعملون على اكتشاف مشاكلهم والعمل وتحسينها من أجل تحسين المستوى بشكل عام. أورس ماير الحكم الدولي السويسري السابق، بشكرك شكرا جزيلا على